نحن نعلم أن الله عز وجل مظهر دينه، وأنه سبحانه وتعالى سيظهر الحق والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولكن نحن علينا أن نعمل وأن نبين، نرد وندافع، نوضح ونفند الشبهات. ولذلك لو ظهر الآن مثلا من يطعن في أحكام الحجاب، الاختلاط، الغناء والمعازف، الربا ونحو ذلك من الحملة الواضحة التي تتوالى وتطرد، فلا بد أن يبين له بالدليل الشرعي. وهذه الهجومات بالمناسبة يمكن أن تكون نافعة من جهة، وهي استعادة الوعي بالحكم الشرعي، وكذلك مزيد من الاطلاع على الأدلة الواردة فيه، وأيضا إنعاش الذاكرة بسماع ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم الذي طعن فيه الطاعنون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك وإن كرهنا هذا الهجوم على الأحكام، لكننا يمكن أن نتلمس من ورائه خيرا، بأن قيام أهل الحق بإعلان الحق مرة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة، وكذلك سرد الأدلة والآيات والأحاديث وكلام العلماء في الموضوع، وأيضا الرد على الشبهات وترسيخ القضية، وربما يكون العودة إلى هذا الحكم بهذه الطريقة وفي هذه الآونة وفي ظل هذه الظروف يكون أرسخ في النفوس وأعمق من مجرد تقليد أو متابعة عامة كانت عند البعض للعلماء في مرحلة سابقة. فعلى سبيل المثال، تميزت الحملة الأخيرة بشراسة متناهية وأيضا وقاحة، فالذين كانوا يتكلمون في الغناء والمعازف من قبل مثلا ربما لم يكن يجرؤ أحدهم أن يقول إن الغناء بأي صوت جائز، حتى لو كان بأصوات النساء البالغات. ولو قيل له فيديو كليب المغنية الفلانية والفلانية، أقول لا 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 أقصد أن نصل إلى هذه الدرجة يعني. فهو يعني يمكن أن يتكلم ويعبث في ضمن مثلا معازف من نوع معين أو صوت من نوع معين، لكن لم تكن تصل القضية يعني بوقاحة إلى درجة أن يقال الغناء مباح بكل صوت كان وبأي أداة كانت. يعني هذه الإطلاقات بهذه الدرجة أو بهذه الصراحة لم تكن معهودة من قبل. وأيضا استطاع أهل النفاق أن يوظفوا بسوء نية أو بحسن نية من قبل بعض الناس من يمدهم أو يقوم لهم بأبحاث فيها بعض المستندات التي تبدو شرعية للعامة، وهي عبارة عن شبهات ليس إلا، كي تبيح الحرام الذي يريدون المناداة به. وبالمناسبة لا تكاد تجد في كلام أهل النفاق وهؤلاء المساندين لهم الجدد ممن يسمون أحياناً بالإسلام التنويري أو الإسلام العلماني أو التجديديون أو الليبرو إسلاميون ونحو ذلك، الذين يجمعون بين الليبرالية والإسلام في جمع خطير جدا، لأن هذان ضدان لا يجتمعان أصلا، لكن هكذا اقتضت الخطة الغربية للإسلام اليهودية النصرانية الجديدة، وهي إيجاد توليفة
من الإسلام والليبرالية للخروج بمولود مشوه كسيح هو آية للموت إن شاء الله بهذا الإسلام الليبرالي المزعوم. المؤامرة الجديدة واضحة أن فيها استئجار أقلام ودفع ناس للكتابة بآيات أحاديث نقولات هي عبارة عن شبهات، إما أن تكون الأدلة غير صحيحة أصلاً أو أنها لا تدل على المعنى الذي قصدوه أصلاً، يعني ليس هذا مراد الله ومراد رسوله منها أساساً. وهذا هو تحريف اليهود، لأن تحريف اليهود كان في اللفظ حطة حنطة وكان في المعنى تحريف معنى أيضاً عندما حرفوا التفسير، فهو إما تحريف لفظي أو تحريف معنوي في قضية المعنى، أو عبارة عن شبهات وإيرادات عقلية من عقول مريضة فيها انحرافات. ونحن أيها الإخوة بهذا الكلام نستثني طبعاً المسائل الخلافية الاجتهادية التي صار فيها خلاف أصلاً بين الصحابة أو التابعين الأئمة الأربعة من مضى من أهل العلم، مثلاً مثل مسألة مس المرأة، مس الذكر، خروج الدم، هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذه ليست داخلة في كلامنا أصلاً، لأن هذه مسائل خلافية، ولا تجد أصلاً هؤلاء يدندنون حول هذا النوع من المسائل. ماذا يهمهم؟ ماذا يهم أهل العلمنة والنفاق من قضية أن خروج الدم ينقض الوضوء أو لا؟ هذا لا يخدم مصالحهم. لكن عندما يقال الربا، الطعن في أحكام مثل المعازف والغنى، نعم هذه تهدم النفوس، هذه تلقي في النفوس أنواعاً من الخنا والاستعداد لتلقي المعصية، تدمر الأخلاق، تدمر العفة، تكون بوابة إلى الفواحش، تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، نعم هذه تخدم غرضهم وتخدم هدفهم. ولذلك عندما يقال مثلاً الغناء مباح بكل صوت وبكل آلة، وهذا من الطروحات المؤخرة جداً، فإنه عند ذلك ينبغي أن يعرف المسلمون أن الغناء والمعازف أمران مختلفان ولكنهما يقترنان، الغناء بالصوت والمعازف بالآلة. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال حبر الأمة بن عباس: هو الغناء، فهو الآن يقصد الغناء اللي هو الصوت، المعازف هذه أشد، هذه قضية أخرى. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال حبر الأمة بن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء. منهم من فسر لهو الحديث بالمعازف، فقال مجاهد مثلا: له الطبل. منهم من جمع بينهما في التفسير، قال الحسن البصري: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير، وهذا التفسير أشمل. قال ابن القيم رحمه الله: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين لهو الحديث بأنه الغناء، فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن القيم رحمه الله: قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء، يرددها 3 مرات. وصح ذلك عن ابن عمر أيضاً أنه الغناء. وكذلك فإن لهو الحديث الباطل في هذه الآية واضح أنه في مقابل ما جاء في الآية الأخرى. ما هي؟ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال ابن كثير رحمه الله: عطف بذكر حال الأشقياء، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب، تفسير ابن كثير. وقال الواحدي: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء، ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن.